عافية العبد الكبيهم الكفاين عافية العبد الكعم الشيوخ موش والدمين هم العزبوا من شان قلة زاد روح انشد عليهم شوفهم باين هم العاركة وروح اغرب التاريخ بحدود اللي ضدهم علقوا ثايه عافية العبد الكام هب عقال فوق الراس اصغر طفل بيهم تاخذ براين شلبي يا دنيا حيل باليافو يا دنيا حيل باليافو شلبي من احبهم عرتي وحيل شلبي مكرم السامع شبعت النذل بتشلب ابراهيم المولى اسمعني شبحت النذل بتشلب زعل شلبي بتشلب اشرف لان ذاته وفي العيون العبد الكه يا وصارم علي يا وصارم علي باشات اتشان وخدمنا يا والناسين ابوهم كان راعي بغنمنا وبعد خلف العبد الكه يا وصاروا صاروا علي باشات اتشان وخدمنا ناسين ابوهم كان راعي بغنمنا خلف العبد الكه اخ اخ ما لنا غير الصبر يا ولما لنا غير الصبر والصبر قلانا وعلى هالزمان الوحش بس احنا عادان يا ولعلى هالزمان الوحش عجل بس احنا عادان القبر نعي عليهم حيل يا خلف العبد الكي القاعد على القبر نعي عليهم زين يا ولي يستاهلون البكي كانوا كحل هالعين يا ولي يستاهلون البكي كانوا كحول العين أكيد هاي تحية خاصة للشيخ إسماعيل الطيار لعيون العريس وأبو العريس المدلة كلهم عام خوات خوانا وعمامنا لعيون الشيخ إسماعيل الطيار الحي لعيون لعيون الخواتنا كلهم عراس حيهم سواداي كل قبال الولف وحدومه انا انا خلف عيني يما يما اي والله قبال
الولف وهدوم وسواداي سلب عقلي وحط بي سواداي بد ما ودع بقلبي يا ولا بعد ابد ابد ما ودع بقلبي وسواداي ثجل ومالدوايا ابد 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 ما ودع بقلبي تحية خاصة من خلف العبدلكة للخوار شلع السوريين وبعد السوريين الهول وهل الهول الهول وهل الهول إلى كافة العمام كافة الحضور الإرسال من بيت عبدلكة من خلف العبدلكة خاص إلى كافة الحضور الحيوي.